ولكن قبل بس ما نروح للزمالك، لان في معايا خبر مهم جدا 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 لنادي الزمالك. نادي الاسماعيلي كنا بنتكلم كتير على المهندس ابراهيم عصوان ومجلس اداره نادي الاسماعيلي. الحقيقه مجلس اداره نادي الاسماعيلي يحسب له ويحسب للكابتن علي ابو جريشه رئيس لجنه التخطيط، ويحسب للمتالق ايهاب جلال صانع السعاده، الحقيقه للفرق اللي عندها ازمات. ايهاب جلال مدير فني حاله خاصه، 5 انتصارات على التوالي في ظروف صعبه جدا، انجاز كبير. مش ده مكان النادي الاسماعيلي ومش ده الطموح، ولكن الاسماعيلي كان في فتره صعبه جدا جدا جدا. طيب ناخد الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي. كابتن حمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، اهلا وسهلا، تحياتي ليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ حبيبي تمام والله، في نعمه والله الحمد لله. طمنا على الكابتن ايهاب وعلى الجهاز الفني. والله الكابتن ايهاب بخير الحمد لله يا رب ان شاء الله، وهو ان شاء الله يعني قريب قوي يومين ثلاثه ان شاء الله يكون معانا ويرجع لمكانه الطبيعي ان شاء الله. المهم ان هو يقوم سالم غانم ان شاء الله ويتعافى من المرض، ويعني المكان بتاعه فاضي، فاضي علينا المكان كله يا كابتن، ان شاء الله يرجع باذن الله سالم غانم وان شاء الله نطمن عليه باذن الله. طب كابتن يعني الحقيقه يعني ان شاء الله باذن الله يعود كابتن ايهاب جلال قريب ويبقوا معاكم، 5 انتصارات واداء الحقيقه جيد جدا للاسماعيلي واداء يحسب لحضراتكم كجهاز فني. والله ده كرم ربنا علينا كبير، طبعا انتصارات مهمه جدا وكانت يعني نتائج مهمه جدا بالنسبه لنا، انك تبدا المشوار يعني خسرنا هزيمه واحده من سيراميكا وبعد كده كسبنا 5 انتصارات ورا بعض، ويعني اللعيبه فعلا اللعيبه تستحق كل التحيه، وانا بشكرهم جدا على مجهود كبير جدا عملوه، لكن النتائج كانت مهمه جدا، وده اللي قلنا للعيبه عليه ان احنا من الفتره الاولانيه دي لازم نكسب كل الماتشات اللي هتقابلنا عشان نقدر، مش عايز اقول نخرج من الحته اللي انا فيها، لان احنا كنا فعلا النادي في ازمه في المكان اللي احنا كنا فيه، لكن الحمد لله الانتصارات خلتنا يعني في مكان احسن شويه، لكن لسه برضو ان شاء الله باذن الله بشد على اللعيبه بقول لهم ان لسه الكلام كبير ولسه الكلام كتير ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله، ان احنا لازم نعمل حاجه احسن من كده بكتير ان شاء الله. طموحاتكم تخلصوا فين السنه دي يا كابتن؟ والله يا كابتن انت عارف يعني انت معانا بقالك فتره، احنا طموحاتنا ما لهاش حدود في كل حاجه يعني، وده حق مشروع لكل الناس اللي شغاله في الدوري، لكن انا بقول احنا بالنسبه لنا احنا مع النادي الاسماعيلي ما فيش حدود للطموح، لكن انا بقول ان احنا بس ان شاء الله باذن الله نعدي كل مباراه بمباراه ان شاء الله، وده اللي انا بتكلم فيه مع اللعيبه ان احنا عايزين نروح مكان، مش عايز اقول بقى ان احنا نطلع الاسماعيلي ازمه لا، احنا عايزين نروح في المكان اللي المفروض الاسماعيلي يكون فيه والامر الطبيعي اللي يكون موجود في الدوري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كابتن، نتمنى لحضرتك كل التوفيق، لحضرتك الف سلامه، للكابتن ايهاب جلال بتمنى لك كل التوفيق، تستاهلوا الحقيقه كل خير، وبالتوفيق للنادي الاسماعيلي في اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا.